السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميلين، معكم دوفي ورجعنا لكم بفيديو جديد بعنوان جديد اللي هو تكملة للأساسيات أو بداية لعبة League of Legends Wild Rift. أسيبكم مع المقطع، انجوي. طبعا يا أخوان هذه هي الانترفيس أو واجهة اللعبة، أول ما تبدأ تفتحها حلو وتخش، والمفترض انك انت يكون خلصت التدريب تمام، حيطلعك على طول على واجهة اللعبة، وحتلاقي هنا في دويرة كذا شكلها مغري وازرق ويقول لك لاعب تعال انتبه منا، هذه العدو، هذه فتنة، هذه وخر عنا. اقول لا انا ما ابغاك، اعوذ بالله منك. ليش؟ لانه انت ممكن ما يكون خلصت التدريب بشكل كامل، فيفضل انك انت تخلص التدريب عشان بس تفهم الاساسيات. نجي دحين نشرح الايقونات او الواجهة او ايش في تحت هنا، اوراق وصناديق ومش عارف ايه. نكبس على الاوبشن الاول اللي علامته كده زي الورقة، هذا هي باختصار المهام اليومية والاسبوعية، كل ما انت تعملها حلو. يعني على سبيل المثال بيقول لك ابلغ مستوى الاتقان 5 باي بطل، يعني انت كل ما تلعب بهيرو او شخصية كتير حتلفل معاك تمام. فز في واحد من المباريات، هنا حط لك بين قوسين يومي، وهنا المهمة الاسبوعية حيحط لك برضو بين القوسين هذه انها مهمة اسبوعية تمام. وكل ما تجيب نقاط هنا هيعطيك جوائز، تكبس على هذه يعطيك جوائز، وهنا بتكبس عليها برضو بيعطيك جوائز. خلصها انت المهام اليومية، ركز عليها حلو عشان تعطيك جوائز وتديك جولد اللي هي الجوهر الازرق عندهم، لهذه العملة الجوهر الازرق تم كسبه عبر القتال، ويمكن استخدامه لشراء الابطال. يعني هذه العملة الشيء الوحيد اللي انت تقدر تستفيده منها انك انت تشتري فيها الابطال حلو. فعرفنا الاوبشن الاول او الايقونة الاولى، نخش على الثانية، هذه زي المستودع او زي الحقيبة حلو. بيديك مثلا زي البطايق تستخدمها قبل ما تبدأ الجيم عشان تزيد عندك الجول اللي انت حتكسبه بعد ما تفوز او بعد ما تخسر عادي من المباراة او الجيم. وهنا بيقول لك بطايق تقدر تجرب فيها اي هيرو انت تبغاه لمدة معينة، وهذه تقدر تستبدلها في الشوب وحنستعرضه دحين. فعرفنا دحين الورقة هذه حقت المهام الديلي، والتاني هذه اللي زي المستودع او الحقيبة عندك. بالنسبة للأوبشن الثالث هذا لوحة الصدارة، يستعرض لك جميع اللعيبة المصنف هنا، الفريند اللي عندك، الفريند أصحابك. يعني زي أنا عندي واحد اسمه دي سي شزام، هذا المركز الأول نقاطه مرة عالية، بيلعب كثير رانكد، الثاني هيرو، الثالث لكيكاتا. البطل هنا بيوريك أفضل لاعب في هذا البطل، يعني هذه في بطل اسمها كاترينا، والخادم رقم واحد يعني ترتيبه على السيرفر 5200 نقطة. والشيء الجميل في الموضوع انهم انا يعني نسيت اتكلم عن الموضوع انهم اضافوا اللغة العربية في اللعبة، زي ما انتم شايفين مكتوب لعب عندكم، يعني خلاص الواجهة صارت اصلا لغة عربية فما فيها اي صعوبة، يعني هذا اللي حاب يعني. بس انا بطبيعة الحال ما احب العب اي لعبة دبلجة أو ترجمة العربية، مو عشان أنا أستاذ في الإنجليزي، بس عشان في شوية كده يعني مصطلحات فيها أغلاط عارفين. فا أوكي خلصنا دحين من الأوبشن الثالث اللي هو لوحة الصدارة، نروح للرابع. الرابع هذا أنا دحين يعني ما أنصحكم إنكم أنتوا تخشوا دحين. ليش؟ لأنه هو بيوريك الأيتيمز جوات اللعبة، الأيتيمات أو الأسلحة اللي تشتريها جوات اللعبة لكل هيرو تقدر أنت تعدل عليها، والرنزات المهارات البسيف تقدر تعدل عليها، والتعويذات اللي هي السبيلز. هو أصلا من شركة اللعبة حيطلق الريكومندد الموصى به، فأنت لا تعدل عليها دعين حتى تتمكن كده من اللعبة ومن الهيرو، بعدين أنت تقدر تخبص تعمل كده بيلت خاص فيك، شوية تانكي شوية أتاك سبيد شوية كريت، فاهمين علي؟ فدحين يفضل انك انت بس تسحب على هذه اللي هي المعدات الجير ايا كان، فانت اسحب عليها دحين، لا تخش ولا تفكر انك تعدل عليها زي ما هو، خليه حتى بس تتمكن وتفهم الفكره مزبوط. اوكي نروح على الاوبشن الخامس، هنا بيوريك يا حبيبي الهيروات، بيستعرض لك الهيروات، كل الهيروات سواء اللي عندك ولا اللي مو عندك في اللعبه، المظاهر هنا، السكنات، الالبسه اللي على الهيرو، الاوتفيت او كيف تبى تكون شكله تمام. فالابطال هنا مثلا وحاطين شيء جميل ترى في
الهيروات بيوريك هنا تحت اي تصنيف يندرج الهيرو هذا. يعني لما اكبس انا على الاوبشن الاول لعلامة القبضة هذه هنا المحاربين، فاي هيرو من مجموعة المحاربين يعتبر انه فايتر او انه يعني ينفع مثلا يكون يلعب في الميد او يلعب بيكون في التوب. نروح على المجموعة الثانية تانكي، الهيروات اللي دفاع عالي شوية يقدر يروح سولو لوحده فوق في التوب، تمام؟ فأي هيرو من ضمن هذا التصنيف معناته تانكي دفاعه عالي. نجي للأوبشن الثالث أو التصنيف الثالث، هدول اللي يعني الميج على البيرس دمج، يعني اللي عند السحرة واللي يكون عندهم دمج عالي ويفضل دائما يكونوا في الميد لوحدهم، تمام؟ اللي جنبهم هدول الأساسينز، ممكن يجمع ما بين الماركس مان والفايترز والسبورت حتى، لانه اي هيرو يختفي يحطوا لك هو من ضمن هذا التصنيف. يعني عندكم زي فين مثلا، الهيرو هذا اللي قدامي يختفي وماركس مان حلو لكن حاطينه من ضمن الأساسينز. طيب نروح على التصنيف الاخير او قبل الاخير الخامس، هذا التصنيف الخاص بالسبورت اللي دائما يكون معاهم بارتنر تحت. وبالنسبه للاوبشن او التصنيف الاخير الماركس مان، عليه علامه كده زي الجوس، هذه الهيروات كلها اللي تضرب من بعيد، اي هيرو يضرب من بعيد ويكون معاه سبورت هيحط لك هو من تحت او من ضمن هذا التصنيف. المظاهر زي ما قلنا سكنات، يعني انا مثلا هذه الشخصيه عندي السكن الحقيقي حقها او الاصلي، دقيقه نسمع ايش قالت. العنف يحل كل شيء، انا اجري وذ يو. لكن هذا هو الشخص او اللبس الاساسي حق الشخصيه لما انت تبي تشتري لها مظاهر. طبعا المظاهر هذه ما تجي الا يا بنقاط الاحتفاليه وصعب انك تجيبها او انك لازم تدفع عليها فلوس زي اي وضع او اي حاله من الاحوال الالعاب. طبعا المهارات تتغير جوا اللعبه، عارفين كل ما اشتريت سكن لاي هيرو جديد حلو شايفين تتغير مهاراته وشكله جوا اللعبه، تمام؟ فهذه هي المظاهر. نجي على الاوبشن الثالث، تعديل الشخصيه. هنا حاجات جوا اللعبه، لما انت مثلا تبي ترجع للبيس كيف تقدر هنا تختار الاشكال تنفتح لك هذه بعدين، او تقدر تجمع لها لما تقتل هيرو ايش حيحصل فيه له. هذه الحاجات تقدر انتم تستكشفوها فيما بينكم، يعني كماليات زينه، تمام؟ فاهمين علي؟ الاشكال التعبيريه، الايموجيز لما تقتلوا احد، لما تقابلوا احد تبغى تتريقوا عليه تمزحوا معاه تحطوا له ايموجي كذا في وجهه يطلع فوق راسكم الايموجي، يعني هو يشوفه وانت تشوفه. فعرفنا دحين نحن المهام الاساسيه او المهام الديلي، المستودع او الحقيبه الخاصه فيك، لوحة الصدارة، يعني نقاط اللعيبة بيوريك قديش مين أعلى لاعب أو مين أعلى لاعب بالشخصية المعينة، تمام؟ وهنا هذا أنا ما أنصح فيه اللي هي المعدات، إنك أنت تعدل عليه تخليه زي ما هو موصى به أو ريكومندد. وبالنسبة للأوبشن الرابع أو الخامس، هنا بيوريك الأبطال حلو، المظاهر وتعديل الشخصية والأشكال التعبيرية. الأوبشن الأخير اللي هو الشوب، يوريك انت يعني باكيجات بندلز معينه حلو تقدر انت تشتريها. هنا لو تبي تشتري ابطال بالعمله اللي تكلمنا عنها، هنا المظاهر السكنات، هنا العناصر، في باكيجات شايفين مسوين زي الباكيجات، تمام؟ هذا البورو اللي هو في المستودع، في نقاط عندكم انتم في المستودع اللي هي هذه تقدر تستبدلها عن طريق الشوب، عن طريق هذه الحاجات، اي حاجه انت تعجبك حتستبدلها بالعمله. كذا نحن عرفنا القوائم اللي تحت ايش ممكن تعمل. نخش على الفعاليات، اي لعبة يكون فيها ايفنت او حدث من فترة لفترة حلو، فحتلاقوا هنا علامة زي الصندوق مكتوب فعاليات، تكبس عليها وادخل حيطلب منك مهام عادية، يعني المهم يقول لك العب 3 من المباريات تخلصها حلو يديك هذا الايموجي، او يخيرك او يلعب 1 مباراة في فرقة مسبقة الاعداد، فكل ما تخلصها حتجيك حاجات جميلة، حيجيك جول، حيجيك بطايق، حيجيك هيرو عشوائي من اختيارك انت تقدر تعمله، فاهمين؟ فهذه هي الاحداث بسيطة، يعني ما يحتاج مهام صعبة ومعينة، كل ما انت بتلعب كل ما انت حتكتمل عندك المهام اليومية ومهام الايفنتس او الفعاليات، تمام؟ عندكم الان التذكرة جامحة اللي هي الوايلد باس او البث الباس، في كل الالعاب تقريبا صار هذا الشيء موجود، انه انت تشحن
حلو للبتل باس او الوايلد باس، وتجيك جوائز كل ما تخلص مهام حتجيك جوائز، في المجانيه وفي اللي عليها قفل، هذه لانه انت لازم تشحن فيها. تمام، هنا بيستعرض لك المهام، يقول لك اقتل برو الناشر 10 من المرات مع فريقك، وكل ما انت بتعمل مهام حتفك لك اللي بعدها، حتفك لك اللي بعدها. فكره البتل باس بسيطه. وتقريبا كده خلصنا نص الحاجات الموجوده. على اليمين هنا بيستعرض لك الفريند الاونلاين، اللي مو اونلاين، اللي جوا قاعد يلعب، اللي جوا في بارتي في لوبي قاعد يستناك ولا تبي تخش عندهم. بالنسبه الان للبروفايل حقك، علامه الصوره هذه تكبس عليها فيوريك الانجازات، الاشيفمنت، كل ما انت مثلا تقتل 5 هيروات حيفتح لك حاجه، يجيك اشيفمنت، كل ما تجمع اشيفمنت كفايه حيجيك هدايا، كل ما انت مثلا توصل 29000 نقطه من الاشيفمنت حيجيك هذا، وبعدين حيجيك هذا، وبعدين حيجيك هذا، كل ما تلعب اكثر حتفتح لك. تمام، هذه هي فكره الاشيفمنتات. الاحصاءات بشكل عام، احصاءاتك انت في اللعبه، معدل الفوز عندك 62، انا مكتوب عندي المباريات لعبت 16 مره، فاهمين علي؟ الابطال الاكثر لعبا بيجيب لك هنا الهيروات اللي انت اكثر الهيروات اللي بتلعب فيها، سجل المباريات، اخر جيم لعبته، تمام، بيوريك اياه، او اخر 10 جيم تقريبا انت لعبتها بيستعرض لك اياها بالتفاصيل، لعبت في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه مع مين، تخش الان تشوف هذا في كان فريقك وهذا الفريق العدو اللي كان ضدك. تمام، نظره عامه عن البروفايل تبعك، بيحط لك هنا الأبطال الأكثر لعبا وترتيبك أنت في اللعبة. تمام، نخش دحين على، لا لسه ما حقرب من كلمة لعب أنا أبدا. فوق بيوريك إن هذه علامة الرجالين أو التو بيرسن جنب بعض، أنك أنت تضيف فريند، تضيف صاحبك سواء هو كان بيلعب أندرويد أو أنت آيفون، تقدر تضيفوا بعض وتلعبوا مع بعض عادي، ما في أي مشكلة، تكتب اسمه هنا وعلى طول تضيفه وترسل له الإضافة. القائمة الثانية هذه خاصة بالرسائل الخاص، يعني تبى تراسل أحد جوا اللعبة. القائمة الثالثة هذه الإشعارات اللي عليها، صح؟ أي إشعارات جديدة، تحديث اللعبة، السيرفر حيقفل كذا، تمام؟ حيجي لك أي إشعار. حلو، بالنسبة للعلامة السيتنج هذه الضبط، الجودة، الصوت، اللغة، المش عارف إيه، تقدر هنا من انت تتحكم فيها، وحنزل عنها فيديو تاني ان شاء الله بشكل تفصيلي احسن. حلو، فكده تقريبا تكلمنا عن كل شيء مهم في الواجهة الرئيسية حقت اللعبة. يجي دحين دور الشريرة هذه الدويرة، اللي الواحد المفروض ما يكبسها حتى مخلص التدريب. نخش على لعب. حلو، هنا حيطل لك 4 اوبشنز او 4 خيارات تحت، مخصص معناته جيم انت تبى تلعب فيه ضد اصحابك، ما حتاخذوا فلوس، ما حتاخذوا حاجه ولا اشيفمنت ولا مهام، اللهم بس تبى تلعبوا ضد بعض، تبى تلعبوا مع بعض، تبى تتحدوا بعض. هنا يقول لك مخصص، يعني كاستم جيم، تلعب مع صاحبك ضده، تبى تلعب ضد بوتات تقدر. حلو، التدريب اللي هو التدريب، يعني عندك فيه تدريب وعندك مقاطع تعليميه، مقاطع التعليميه اللي هي التوتوريال، اللي هي اللي انت كل ما تلعب فيها هتجيك جوائز، واللي انا تكلمت عنها في اول فيديو وضروري جدا انك انت تخلصها. حلو، وبالنسبه للتدريب الان بيقول لك ايش كل هيرو نفسك تلعب فيه تجربه. حلو، حتقدر تجربه في التدريب لانه مفتوح، مو لازم انت تشتري، فانت تقدر تجرب اي هيرو قبل ما تشتري، يعني وتشوف تخسر فلوسك، عجبك مو عجبك، لا تقدر انت تعطيه فرصه تجربه قبل ما انك انت تشتري وتشوف مهاراته جوا اللعبه وكيف، لانه طبعا التدريب ما حيكون فيه ضدك ناس، حيكون فيه بوت واحد. حلو، عشان تقدر تجرب مهاراتك عليه. فهذه هي الهيروات كلها الموجوده في اللعبه. تمام، نجي على العادي. على العادي عندكم الان في 3 مودات، لاعب ضد لاعب، يعني 5 لعيبه ضد 5 لعيبه، نمط ارام، هذا نمط جديد نزل. حلو، وتعاون ضد كمبيوتر، يعني انت تكونوا 5 واللي ضدكم يكونوا بوتات. انا ما انصح فيه بصراحه هذا التعاون ضد الكمبيوتر، لا خش لاعب ضد لاعب، او اذا انت في البدايه وخايف تخش ضد لعيبه العب ضد الكمبيوتر عشان تفهم الفكره بس الرئيسيه. تمام، هذا هو جيم النورمال اللي ما فيه له تصنيف، لكن المصنف هذا هو اللي فيه له كل حاجه، تصنيف سيلفر او عفوا برونز، سيلفر، جولد، بلاتينيوم، دايموند، كذا كذا الى اخره. فهذا هو الجلوبال، يعني العالمي، ترتيبك عالميا، فانت لا تخش المصنف هذا حتى تكون ريدي
جاهز انك انت تلعب بالتصنيف، تمام؟ فعندكم العادي هنا تقدر تجرب واحد من الثلاث مودات هذه، تتدرب فيها، تلعب فيها، تتلطش ما عندك مشكلة، حلو. وقبل ما اصلا تدخل العادي يفضل انك انت تخلص المقاطع التعليمية حتى تاخذ جواز وتفهم فكرة اللعبة الأساسية. يا اخوان وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الشرح لذيذ وخفيف وبسيط، وباذن الله على المقاطع الجايه حنبدا انزل فيها جيم بلاي. لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا السبسكرايب، واشوفكم في مقطع جديد باذن الله. السلام عليكم.